الرحمن الرحيم. احنا النهارده يوم الجمعه بتاريخ 15/2/2019. هنا بننزل براويز شمع من شهر 6، براويز زهره البرسيم. بنبقى مخزنها طبعا، عندنا بنخزن كميات كبيره ايام البرسيم عشان نفضل محافظين عليها انها تفضل متواجده معانا لغايه اخر السنه زي الليمون ده كده. النهارده في شهر 2 والبراويز لسه معانا بسم الله ما شاء الله عليها، اللي يشوفه يقول لسه طالع من المناحي. وعندنا برضو بنقوم لان بنخزن عندنا البراويز بطريقه بتخزين معينه لنا لشغلنا، وبنبدا الفتره دي نطلع البراويز. كل ما يبدا البراويز تخلص عندنا نخزنها في المخزن، تبدا تخلص نبدا نجيب البراويز وننزلها في المناحل، ان النحل يبدا ينشفها، لان بيحصل عمليه تعريق لها، تسهيل للعسل زي كده مثلا، تسهيل للعسل او من على المخاخ البراويز بتبقى شكلها مش حلو. فبننزلها النحل بيمسكها ينشفها ويظبطها، ولو في عيون كده النحل بيظبطها بيبناها من جديد وبيظبط شكل البرواز، يطلع شكله جميل جدا. وطبعا عشان نبقى معاك براويز شكل ده كده، طبعا مش اي نحل بيطلع براويز زي ديت، لازم يكون نحل قوي، نحل متعالج، نحل لازم تكون مهتم بيه عشان يطلع معاك براويز شاهد بالمنظر ده كده. طبعا هنا عندنا الخلايات دي طبعا كلها كانت ادوار ثانيه كلها من اسبوعين فاتوا، وقسمناها من اسبوعين بالظبط، اتقسمت مقسمين من كل خليه ثلاث نوايات في صناديق سفر، كل نوايا كان طالع لها برواز حضنه برواز عسل بنفض الطير معاها ونزل لها عذره، لان طبعا كانوا مرفعين ادوار ثانيه، وحاجه كانت ما شاء الله نحل قوي جدا، لان شغالين دايما طول السنه بالعجينه البروتينيه هنا اللي في مناحل آلة شاهين، خاصه بمناحل آلة شاهين هنا، وبنبيع منها في المحل هنا. عجينه فيها كل البروتينات اللازمه والاحماض الامينيه اللي النحل بيحتاجها للنشاط بتاعه. طبعا مش قصه انك مثلا نقول العذاره وكلام من ده، العذاره كلها طبعا عذاره كويسه في المحطات كلها، وبالذات لما تكون بتربي انت من نحلك يكون افضل برضه، بس كل العمليه كلها بترجع انك يكون معاك غيط كويس، وتكون بتعالج النحل علاجات كويسه ومهتم بنحلك من ناحيه العلاج ومن ناحيه التغذيه ومن ناحيه الحاجات اللازمه اللي انت شايفها لنحلك انت. طبعا كل واحد اضرب نحله وادرى النحل بتاعه عايز ايه. فطبعا دي البراويز اللي بنفرقكم عليها، براويز كلها ختمه من ناحيتين الاثنين، حاجه ما شاء الله عليها البراويز بالمنظر ده كده، براويز بتبقى كلها ايه، حاجه ما شاء الله عليها، الختم من ناحيتين الاثنين البراويز بالمنظر ده كده. هذا البراويز براويز ختم عالي جدا وخشب ابيض وشغل جامد، حاجه ما شاء الله عليه. وطبعا برضو موسم الموالح نازل قريب ان شاء الله، يومين وموسم الموالح يجي في شهر 3 ان شاء الله، يبدا نص 3 الموالح تبدا تشتغل ويبدا الشغل يشتغل. وبرضو مستعدين لاخذ اي كميه من البراويز الشهر، وعندنا برضو بفضل الله بنطلع نسبه كبيره من مناحلنا، وفي انتظاركم ان شاء الله في موسم الموالح ان شاء الله بشمع افضل من كده كمان ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.